عاجل وخطير، تفاصيل بداية اشتعال الحرب بين السودان وإثيوبيا، وقبل الإعلان الرسمي أسرار التعديل الوزاري ومصير الدكتور مصطفى مدبولي. والأرصاد بتنشر مفاجأة للمواطنين، بننشرها لحضراتكم بالتفاصيل. وتزامنا مع الانتهاء من إجازة عيد الأضحى، وزارة الصحة المصرية بتحذر المواطنين. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك أو أعجبني على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر. عاوزين نعرف يعني انتوا هتوصلونا 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر ولا لا. نبدأ مع بعض في تفاصيل اول خبر معانا. وقبل الاعلان الرسمي اسرار التعديل الوزاري ومصير الدكتور مصطفى مدبولي، كشف مصدر حكومي ان اليوم الاحد سوف يتحدد مصير التغيير الوزاري المزمع اجراؤه، لافتا الى انه من المتوقع الاعلان الرسمي عنه او تاجيله. وكان موقع الموجز اللي انا بنقل لحضراتكم منه الخبر نشر خبر من اسبوع ثم تناقلته المواقع المختلفه. المصدر الحكومي اكد ان الدكتور مصطفى مدبولي انتهى من المشاورات مع الوزراء الجدد بعد ان تم فحص ملفاته من طرف الاجهزه الرقابيه. اكد انه من المتوقع مغادره اكثر من 10 وزراء حاليين الحكومه. من جانبه قال الإعلامي أحمد موسى أن حركة التعديلات الوزارية كان يتم التحدث عنها على مدار العام السابق ولكن تم تأجيلها. ذكر خلال تقديمه برنامج على مسؤوليتي أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنهى المشاورات لإجراء التغييرات الوزارية القريبة. الإعلامي أحمد موسى كشف أن التعديل الوزاري يجب عرضه على مجلس النواب، حيث يتم طرح الأسماء على مجلس النواب ثم يبدي موافقته على الأسماء المطروحة، ثم تأتي الخطوة الأخيرة وهي التصديق عليه من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي. أحمد موسى أكد أنه سيتم تعيين وزير للدولة لشؤون الإعلام جديد بعد استقالة الوزير السابق، وضح أنها معلومة على دراية بها. لإعلام أحمد موسى أضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يعمل ليل نهار قائلاً رئيس الوزراء ده جه من تحت وشاطر، وأوضح أنه سيكون هناك تعديلات وزارية ستشمل 11 حقيبة وزارية. أكد أنه يعلم أن هناك تعديلات كبيرة في المحافظين تجرى في الوقت الحالي، كما ستطال التعديلات الوزارية مساعدي الوزراء ونائبهم. مصدر معانا كان من صحيفة الموجز، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام العاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل وخطير، تفاصيل بداية اشتعال الحرب بين السودان وإثيوبيا. في جندي سوداني توفى في أحدث اشتباكات وقعت أمس السبت بين قوات من السودان وميليشيات إثيوبية في محلية باسندا على الحدود مع إثيوبيا شرقي السودان. نقلت صحيفة سودان تربيون عن مصدر عسكري قوله إن قوات المسلحة وقوات الاحتياط بالفرقة الثانية مشاة تصدت لميليشيات إثيوبية وقوات أخرى أثناء عمليات تمشيط نفذتها داخل أراضي السودان. المصدر أضاف إن عمليات الجيش السوداني كانت في مناطق أم دبلو وحسكانيت وخور سنت بالقرب من جبل أبو رنقل بمحلية باسندا الحدودية بولاية القضارف. وتابع الميليشيات الإثيوبية وقوات المدججة بالأسلحة الثقيلة حاولت فلاحة الأراضي السودانية، لكن القوات المسلحة وقوات الاحتياط تصدت لها وقطعت الطريق أمامها، مما أدى إلى استشهاد الجندي آدم إبراهيم التابع للكتيبة 121 بالفرقة الثانية مشاة. مصادر أكدت نشر تعزيزات عسكرية إثيوبية من إقليم الأمهرة المحاذي لولاية القضارف تجاه الأراضي السودانية الحدودية الزراعية بالقرب من المشاريع الزراعية لإسناد ودعم المزارعين الإثيوبيين لفلاحة الأراضي الزراعية السودانية. في المقابل دفع الجيش السوداني وقوات الاحتياط بتعزيزات مماثلة في مناطق كانينا وباسندا والقلابات. في وقت سابق من يوم السبت أمس أغلقت الحكومة السودانية المعبر الحدودي الرابط بين السودان وإثيوبيا في أعقاب اقتياد ميليشيات إثيوبية قائد منطقة القلابات العسكرية السودانية.
الصحيفة قالت إن سلطات السودان أغلقت المعبر الحدودي لمدينة القلابات السودانية الواقعة في محلية بسندق، وذلك بعد اختفاء النقيب بهاء الدين يوسف قائد منطقة القلابات العسكرية أثناء ملاحقته بميليشيات إثيوبية اختطفت 3 أطفال سودانيين من داخل الحدود. خطفت الميليشيات الإثيوبية أطفال من قبائل الفلاتة تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة أثناء رعيهم الأبقار قرب القلابات المحاذية للحدود الإثيوبية في إقليم الأمهرة، حيث جرى اقتيادهم إلى جهة غير معلومة. التحريات العسكرية كشفت في السودان عن تواجد الأطفال المختطفين في منطقة 3 قطاطي، رفقة ميليشيا إثيوبية تحاول الاتصال بذويهم لطلب فدية مالية نظير إطلاق سراحهم. صحيفة أضافت أن الحدود السودانية الإثيوبية تشهد حشودا عسكرية ضخمة، حيث دفعت السلطات في إقليم أمهرة الإثيوبي بتعزيزات عسكرية على متن ناقلات جند كبيرة مزودة بأسلحة، وتم إغلاق المحال التجارية والمقاهي والفنادق. المصدر معانا كان من الموجز، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وتزامنا مع الانتهاء من أجازة عيد الأضحى، وزارة الصحة المصرية بتحذر المواطنين. وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية رسالة مهمة للمواطنين، ده طبعا تزامنا مع الانتهاء من إجازة عيد الأضحى وانتشار الجائحة. الوزارة قالت إن عدم ارتداء الكمامة في المواصلات العامة قد ينقل عدوى الوباء لمن حولك، وطلبت الوزارة بضرورة ارتداء الكمامات لحماية الشخص ومن حوله، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والحفاظ على الصحة العامة وكذلك استقرار المنحنى الوبائي. وأكدت الوزارة على أهمية الابتعاد عن التجمعات قدر الإمكان، وحذرت البالغين من العمر 60 سنة أو أكثر ومن يعاني من حالات مرضية مثل السكر وارتفاع ضغط الدم والقلب وأمراض الرئة والكلى المزمنة والسرطان من حضور التجمعات. المصدر معنا كان من الوطن. هذا كان تحذيرا من وزارة الصحة المصرية للمواطنين طبعا تزامنا مع انتهاء عيد الأضحى. كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله في كل مناسبة سعيدة تكونوا بألف خير. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا، والأرصاد بتنشر مفاجأة للمواطنين، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب مصر مائل للحرارة، رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب مصر، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء. كما تشهد هذه الفترة ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم من 2 لـ4 درجات عن الحرارة المتوقعة، فضلا عن شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر وحتى 6 صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة. كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب مصر على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا وتؤدي لارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط من 1.5 لـ2 متر، وتسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 35 درجة. مصدر معانا كان من صحيفة الموجز، بترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. نتمنى إن شاء الله يعني جو جميل ولطيف، يعني يكون مناسب للطلاب والناس اللي بتنزل يعني شغلها الصبح. نتمنى من الله يعني جو إن شاء الله جميل. هو النهاردة يعني بالمناسبة جو لطيف، يعني مش حار زي أيام العيد اللي فاتت. جينا لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم بإذن الله. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد وقريب. كان معكم إسلام الأمير وأبنوب خلفاوي مسؤول عن المونتاج. تحية طيبة لي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.